السلام عليكم. بنكمل كلامنا عن الخلية، وعرفنا ان الخلية هي الوحدة البنائية والوظيفية في جسم الكائن الحي. والخلية كانت بتكون من، زي ما شوفنا المرة اللي فاتت، بتكون من ثلاث اجزاء رئيسية: السيتوبلازم والنواة والغشاء البلازمي. هنبدأ كلام عن اول مكون، وهو الغشاء البلازمي او البلازما ميمبرين. والبلازما ميمبرين او الغشاء البلازمي يتكون من طبقتين من الدهون الفوسفوريه، فوسفوليبيدز. وهذه الطبقتين كل طبقه منهم بتتركب من كل فوسفوليبيد او دهون فوسفوريه، كل واحده منهم عباره عن راس بيكون محب للماء موجود للخارج، وزيل موجود للداخل. راس وزيل. بعد كده بنلاقي ان الطبقتين من الدهون الفوسفورية منغمس فيهم او موجود فيهم مواد كيميائية اخرى زي البروتينات، وقد تكون البروتينات موجودة بشكل سطحي وتعمل في الحالة دي كمستقبلات ريسبتورز، او تخترق الغشاء وتعمل كبروتينات ناقلة كاريرز. رقم 3 بنلاقي الكوليسترول برضو كمكون موجود في الغشاء البلازمي، ودوره انه بيمنع التصاق زيول للدهون الفوسفورية. رقم 4 الكربوهيدرات برضو موجودة في الغشاء البلازمي، وهي دورها الاساسي انها بتحدد هوية الخلية. والجزء ده كوظيفة مهمة جدا، من خلاله الخلية بتعرف تميز بين، او الجسم كائن حي بيقدر يميز بين خلايا نفسها والخلايا الغريبة عن طريق هذه الهوية اللي اعطتها الكربوهيدرات او الكربوهيدرات الموجودة في الغشاء البلازمي. رقم 2 في تركيب الخلية هو السيتوبلازم، وهو عبارة عن مادة او سائل موجود ما بين الغشاء البلازمي والنواة، ومادة بتكون شبه سائلة جيلي، ويحتوي على العديد من العضيات اللي هنشوفها مع بعض: شبكة اندوبلازمية، ريبوسومات، اجسام جولجي، ميتوكوندريا، بلاستيدات وليسوسومات، وفجوات خلوية، وجسم مركزي، وأصوات. أول حاجة الشبكة الإندوبلازمية هي عبارة عن شبكة من الممرات زي ما احنا شايفين في الرسم، اهي عبارة عن مسارات تكون موجودة كده، اهي شبكة من المسارات موجودة ما بين الغشاء البلازمي اللي موجود في الخارج هنا والنواة في الداخل. و الشبكة الاندوبلازمية يوجد منها نوعين: نوع يسمى الشبكة الاندوبلازمية الخشنة، وهي تحمل على سطحها الريبوسومات، وهي مسؤولة بالدرجة الأولى عن تكوين البروتينات. أما الشبكة الاندوبلازمية أو النوع الثاني اسمه الشبكة الاندوبلازمية، يسمى الشبكة الاندوبلازمية الناعمة، ولا تحتوي أو لا ينتشر على سطحها الريبوسومات، وهي مسؤولة بالدرجة الأولى عن تكوين الليبيدز او الدهون. بعد كده بنشوف رقم 2 في العضيات الريبوسومات، وهي عبارة عن اجسام صغيرة كروية قد تكون حرة في الخلية او قد تكون ملتصقة بالشبكة الاندوبلازمية الخشنة اللي شفناها من شوية، وهي دورها طبعا لها دور كبير جدا، هي المصنع او مكان بناء البروتين في الخلية. رقم 3 اجسام جولجي، وهي عبارة عن اكياس مرتبة وتكون مقوسة بالشكل ده كده، اكياس اهي مقوسة بالشكل ده كده زي ما احنا شايفينها في الرسم هنا، عبارة عن اكياس مرتبة ترتيب متوازي، وبيدخل فيها حويصلات ويخرج منها حويصلات. طبعا هي وظيفتها الاساسية هو تخزين المواد وتحضيرها وتصديرها. طبعا المقصود بالمواد دي هي البروتينات، حيث تدخل فيها البروتينات اللي تم تصنيعها في الريبوسومات، تدخل فيها ويتم عملية إعداد لها. ممكن ننزع الماء من البروتينات. رقم 2 ممكن نضيف بعض المكونات زي السكر للبروتين عشان يخرج كمنتج نهائي من خلال الخلية. رقم 4 الميتوكوندريا، والميتوكوندريا ده يعني عضو من العضيات المهم جدا في الخلية، لأنه مسؤول عن الطاقة، هو بيسموه الباور هاوس أو بيت الطاقة. هو ده وظيفته الأساسية، هو تكوين اللي هو الطاقة المتمثلة في جزيئات الـ ATP، بتتم فيه هذا الجزء اللي هو الميتوكوندريا. طب إيه تركيب الميتوكوندريا؟ تركيب الميتوكوندريا بيكون عبارة عن غشائين، غشاء خارجي وغشاء داخلي. الغشاء الداخلي بيتميز إن هو
متموج بالشكل ده كده، وكل جزء من التموجات دي بيسميها اعراف، بتكون موجوده بالشكل ده كده. وموجود هنا عباره عن دي ان ايه وانزيمات للتنفس، طبعا ده الشكل بتاعها العام. بعد كده البلاستيدات، وبتكون البلاستيدات موجوده طبعا في الخليه النباتيه فقط ولا توجد في الخليه الحيوانيه، وهي دورها الاساسي هو عمليه البناء الضوئي. وزي ما احنا شايفين في الرسم هي عباره عن غشائين، غشاء داخلي غشاء خارجي وغشاء داخلي، وتحمل بالداخل او يوجد بداخل البلاستيدات صفائح تسمى السيليكويد، وهي توجد بها ماده الكلوروفيل المسؤوله عن عمليه الايه البناء الضوئي. من البلاستيدات في ثلاث انواع من البلاستيدات، في بلاستيدات بيضاء ودي لا لون لها ووظيفتها تخزين الغذاء، ورقم اثنين البلاستيدات الملونه وتحتوي على الوان مختلفه وظيفتها انها تكسب الازهار والثمار لونها الخاص، والاهم من كده او النوع الثالث هو البلاستيدات الخضراء، ودي اللي سميت خضراء لانها بتحتوي على كلوروفيل او ماده اليخضور اللي هي المسؤوله عن عمليه الايه البناء الضوئي. شكرا لحسن استماعكم، ونلتقي في الدرس القادم، والسلام عليكم.